تحصي دول أوروبية آثار حرائق الغابات المشتعلة منذ نحو شهر والأضرار الناجمة عنها. ففي فرنسا تتسبب الرياح العاتية والجفاف في تأجيج الحرائق، وينتشر في الجزء الجنوبي من الساحل الأطلسي الفرنسي حريق غابات كبيران، ما تسبب بتلف 20,600 هكتار من الأراضي في محافظة بوردو. واجتاح حريق غابات أكثر من 1,700 هكتار من الغابات بالقرب من براس بارتس، إذ تحتم إجلاء المئات من الأشخاص لمناطق آمنة. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده لابد أن تجد طرقا لإعادة زراعة المساحات الخضراء المحترقة سريعا، ثم سن قواعد أفضل لحماية الغابات. وفي البرتغال يكافح رجال الإطفاء لاحتواء العديد من حرائق الغابات، بينما قد يتسبب الحر المفرط في المزيد من الوفيات. وذكر الدفاع المدني أن 25 حريق غابات كبيرة وصغير تشتعل عبر البلاد، فيما يحاول 1,200 من أفراد أجهزة الإنقاذ احتوائها، بينما تتواصل عمليات إجلاء السكان. واندلعت العديد من الحرائق في أماكن أخرى في أوروبا، منها شمال شرق إيطاليا، وانتقلت إلى منطقة كارست في سلوفينيا، مما تسبب في إخلاء 4 قرى قريبة من الحدود. ويساعد رجال الإطفاء الإيطاليون نظرائهم السلوفينيين بطائرتين ومروحتين، واحترقت 3 منازل وأصيب 5 من رجال الإطفاء على الجانب السلوفيني من الحدود في منطقة تشتعل بها عدة حرائق. وقد أعاق الدخان الكثيف محاولات إخماد الحرائق في المنطقة التي تتميز بالغابات وتيارات المياه الجوفية والكهوف.